نبي الله موسى عليه السلام أيا وقصك الترجمة يسأل حريص عليه يصير الله قفك أسرع اعتمادا وقفك هسي أمور تصدق الله قفك هسي وكل حاجة وحكة سو كوه بينيا جوار بقتيم قصة حيت موسى سكست إنتان يلا المدلي وعي وقصة بني إسرائيل حد يتعامل إسرائيل ولا حرج مرك إلهي إبر إنه المسيح مرك سو حيري إلهي وجوارنا المسيح يا رب أعطي أرزقها ولد إلهه المسيح إله بأو حيري يا موسى إني كتبتها عقيما موسى وحان أقرأ إني تهي مدرشو قدرت إلهي وحان أقرأ كبدا ومدرشو مدر الله سيلمو سند كده ما يسوى الله عبرتي موسى إلهي إبري موسى إلهي والله تجري سمع وكلم الله موسى تكليما وما تلك بيمينك يا موسى فيري والله الله يا وما أعجلك عن قومك يا موسى إلهي بأله تجري وكسوير إلهي ويصنقت المسيح يا موسى إني كتبتها عقيما موسى وحنك قري كبد عن مرض ليس مدة كم غني ما أنت دمي وحقته إلى المولد موسى ها what's going on محيي المهن محيي ست أنا دلعي ما لا علم دلعي ها وسأقولش تلهي بأسي محراب كيسو تري يا ربي ناكت مرض الشاد عهد الموسى ثم هذا إنك عقيم بانك قري مرض الشيء أهل إلهي بأوحي يا موسى كلما كتبتها عقيما قالت يا الرحمن فغلبت رحمتي على قدرتي سبحان الله موسى مركز تؤن كقرى إنيتها عقيمة وحيدها يا الرحمن وإبر يسع يا رحيم يا الرحمن مركز وحيدنا حريستي إذا كأود بس وحكست فيري نحريستي وحكست كأود بس أودي قدرتي وقلنا حريستي بكأود بس